يا مساء الورد عليكم، أبي أوريكم شيء. شوفوا، وأخيرا وصل. أكيد أكثركم أنا واحدة منكم. أنا دائما أقول أن كل شيء أحب أختاره في بوتيكي أو أنا بشكل عام في حياتي لازم يكون مختلف. طبعاً وصل البيبي ليس اللي هو من غير واير بس يتجرج. تذكرون موضوع دخوني؟ أكيد كلكم استفدتوا منه. ومن شركة بلما العالمية صديقي في The Voice. رينا وريهم صديقي في The Voice. مش في The Voice، صار حتى في الحفلات، كل مكان، حتى بالحفلات. بلما